بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، درسي هو درسي 18، وأنا دروستي امتحانها هيد يكو صعب سنيد كتدبر كقرآن ككريم ك ولنا واحد نكو قد جرنا سورة الفاتحة. واحد نكو جو جيني درسي هرا وطير انت أما إضافاتك لو تيريو خيرك ألا شركنا أن لو تيرينين قرآنك يسنة وحي كتري آيدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أفر سول عليهم صراط وحا إله إهدنا الصراط المستقيم إله نوها نوني جدكي توسنا جدكي أي مرين كوي آذو نعمه يساي مركا إلهي أيا لو تيريي نعمه دي مركي نقطي ها لكن مركي لغا هد لي كوي لو عراضي لما أرنين وفي الغضب مركي عراض لغا هد لي إلهي لو ما تيرنين ها لكن محايا حق اللو قدم حال لغا دي بالفعل كيبا وحا لغو بنيه للمجهول المغضوب عليهم بالين مركا ها هدبا يا عراضي وإن أجنهي هو الله الذي غضب عليهم إلهي أيا وعراضي لكن ألا لو ما تيرنين سيدا وقال سؤال أيا إيمان كرتو اللي سوي دين كرو حد بوحي خير خير كينا إلهي بلو تيري أرنتو مركع عران نقطينا وحا لغو بنايي مبني المجهول أيا لغو ديسي صوبتو مركع ومحي ها وإلهي سبحانه وتعالى لما أعلن غير الذين غضبت عليهم إلا واحد الصراط الذين أنعمت عليهم كوي كان لمورا غير الذين غضبت عليهم محمد قال إلي الصراط الذين أنعمت عليهم ساوقد علمضو مسألة ذو حيك جوابان جوابو ينفربضا جوابها أنا وحا كمد خيرك إيا فضلك إلا إيا نعمضا ها نعمضا وخير إيا فضلي وإلهي بلوتيريا وانا وحكم عن النعمه ان تاي خير ايو ضيق عرضنا وارغدشو هذا بقى الله سبحانه وتعالى صفدي سو حكم ذا عرو انه الهي عروضو الهي صفوين كيس اي كم تاي تبارك وتعالى كسوغن كتابك اي السنه ها معناه دنو محي الهي وحو عروضا غضبا يليق بجلاله وعظمته الهي وحو عروضا عرو isaga weynidiisa u qalanta iyo jalaaladiisa markaa caraduna waa shay macruuf aynu naqaano ha carada allana kuwa makhluuqiinta la mid maaha haddaba kaasi caradu macnaheedu waa maxay baynu nidhi waa ciqaabitaan iyo aargudasho waxaanan wada ognahay الله سبحانه وتعالى نحريستيس اني كهر مرتي عرديسا سيدا اوغيد ايو الله سبحانه وتعالى لوغو تيري الله لبدي شيء اي وناك سنا او مركا انعام كي ايو خير كي مركا سيدا اوغيد قرآن كان ميلا فربدا اي دعذا ولا ليال ان الله سبحانه وتعالى لو تيري وحي وناك اي رحمة اي داقة لو تيري اي فيعن وحي مركا ان الشر انا الهي ان لو تيرين لكن وحي قرآن كو كعبرا ها وحا لغو دسا فعل المجهول ها مبني المجهول ايا مركا لغو دسا بس الله دن وحي دهدان علمضو وإلهي ولغا اذبيه لني وي الله سبحانه وتعالى ولغا اذبيه لني سيدا او قيد حدبا قفك عروضي وايو وقلي qofka aargoosanayaayna waa alle qofka ciqaabayaayna waa alle sida awgeed laakiin ta'adduban ayaa markaas arinta loo keenaa amsilada quraankuna aad bay u fara badan tahay haddaba haddaynu bacda amthila aynu soo qaadanno quraanka waxaa ku sugan alla subxaanahu watacaala markii uu inooga qisoonayey khabarkii ibraahim nebi ibraahim muxuu yidhi fii suuratu shucaraa alladii khalaqanii ilaahay buu abuurkii u tiiriyey وحولي إلهي باي أبوري فهو يهدين هدايدين إلهي بوتير يسوك لمركا الله إي أبوري إي إساقوي حنونيا
صراط الذين أنعمت عليهم سيدة آيدينا إلهو نقو هنوني جيت ككو أدو أدو نعمي سكر كودا وهو يطعمني ويسقين بيد نبي الله إبراهيم وحوتي ريمك الله إقوضية إيساقو عبتان نيسية يعني وحن عبنا الله يسية وحن عون الله يسية وحي الله صورا أن صور شيئنا وخير إيا فضلي إلهي بلو تيري لكن نبي الله إبراهيم مركا أو كهدلي شرك محول وإذا مرضت فهو يشفين مركا أن حنوصدو أن جرودو أن بكودو والله إساقو إعافية حدبو في السمركا ما أورنين ها ما أورن إلا الله أمة تيرنينو ما أورن الله هاي مركو الله عذرك يقول ردو ما أورنين لكن محيري إساقا يسكو تيري إبراهيم وحنون كأوحي مركا أن حنون صدنا الله مركا إعافية مركا عافية ما تكينا إلهي بو تيري حنون كينا إساقا أيا يسكو تيري ما وين بدنت القرآن كما سعيش والله من سورة الجن إن من كي جنك قال ذي جنك محيد هذا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ها ما أجيب بعيد هذا إن لا ضوني أرلا ضدك كسجن أما ضدك أرلا كسجن شر مركا شركي الله أمي تيرني ها محي كده يا مركا وحلقو بنيجي مبني المجهول بالغدي دي مركا يعني فجاء الفعل بالبناء للمفعول ها يا لو بني مفعول بالو بني ها ام اريد ها مركي لغا هدلي هنون كان الله سبحانه وتعالى محوري ام اراد بهم رب محيد هذا المركا جنكي ام مس اراد وحو لدون بهم ايغا ربهم ربي جود رشدا موحو لدون مركاس هنون مركا هلكن فيرسا ولا ليا شركي هنونكي إلهي أيو جنكي وتيري ها مركي لغا هاللي شركنا فاعلكي أي لغوي مركا الله لبدا با الله دوني و الله وين لكن تأدبا إلهي لغا إذا بيالنا يو أيو سدا قرآن كو وحكاية وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم وحكسوا حديث كأولي مركا ها وشر ليس إليك ها معناه هذا مركا وام حي إله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أفعال شيسا شرك مجرو لكن شرك هو في مفعولاته أي علماء ذو إله المركا أفعال أو إله السماية أو دمان وخير خير ويا ودما استرنتها استدعين وكسونها وفر سوال على السيدة وكلم يعني مثل هذا سؤال مثل مرنتي آدمهيم وأسعين أبر نمركا أن إله أوجي أذبيه لنا ها خضر سورة الكهف مركي أو دون تربئين وعيبايو محوري أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها محوري مركا وحن دون إنا عيبايو وإساقا نفتي سأو إذا فيو إسكوتيري عيبينتي ما أرنين فأراد الله عيبها إلهي أيا دمعي إنا إنو عيبايو أما نعم دي وحويان أما قوري لغا سارو يعني عيب لو سمي مركا لكن محوري فإنما قال فأردت أن أعيبها وحن دم عيون دوني إن نقولي كفو جيو أمان عيبا يسبق ركاسي أو نو قادم ها سدو كالي سورة الكافي قصة خد اللفتي ده مركي اللي قهل لي أرنت مسلحة ده لبدا أقوم ما الكود إلنا حفديو وكنزي قود كيد كوغا لو حفديو إلا أي قاريان أي قان قاريا أود أي إلنيان دبدن أي لصو بحان محوري خدر فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وفي رسالة علي القرآن يعني سدوا حيالا بدنك فايدة سنين وحوري مركا خادر وحوري الله وحو دوني إنو مركا أي لبدا أقون أي قاران قائقان قاران أي أود هلان عقلي أي قائقان قاران أي أود يشان مركا أي أود يشان أي لصو بحان كيدكا أو أبهود أو قتكي مركا تاسينا وان حريست إلهي بمركا اي كنت مدي إذن عيبتينا وحو خذرو تيري نفتيسا إن بدبادة دي اللي بدبادة خير كي مركا لو سميني مصلحة دي اللبضة أقوان تانا إلهي أيو مركا أو تيري هذا علماء دو هدي أي نسوء قناه نندو وحي راهدان
تأدبا إلهي أو لغا إدب يالنيو در أوغيد أيا مركا وحي شرع الله سبحانه وتعالى لو ماتيريو وحو رسولك يقول وشر ليس إليك ها شر أدك ما سوفلو وح قال لك سوفلاي ووح خير أون مركاس ها أرن كاسين وأرن مهيمة أن جعلناها مركاين لغو براروغو مسألة ذا كلا إن جعلها إنا كهضلو وحويان آيضا وحي تلمانتي ها غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله في السمركة تذكر بدن كودو وحل غيابا إنه وكان تفسير كاسي طبعا رسولك يا كوفا سيري قول هذا لو عراضي وحويان يهود كو المسنوا النصارو لكن هل كاسي waxaa laga yaabaa inuu madmadow ka galo darka dadka inay kuwa unay ku kooban tahay oo suuradan aynu akhriyayno rakcad walba ee waliba la nafray inaan akhrino ha ee musalligu aw qasab tahay inuu akhriyo inuu isiraahdo unbaa laga yaabaa labadaasi waa yahuudda iyo nasaarada ha ee waliba rukun salaada rukunka ah culimada qaarkood sida ay qabaan culimada qaarkoodna waxay leeyihiin maya ah akhriskeedu waa maamuunka iyo imaamka iyo qofka munfaridka iyo salaada hoos loo akhriyay waajib ku tahay culimada qaarkoodna ay yidhaahdeen ma waa rukunba haddaba haa oo markaa salaada jahriga ana rukun bay noqonaysaa ay kuwa kale xitaa yidhi ay qabaan laakiin salaada sirriyada ah rukun maaha laakiin culimada qaarkood waxay qabaan inay rukun tahay se udhantaa marka yani waxaan ka wadaa أهمية السورة الدنيا أي لا ذهين لقو برارو أي في عن لنا فهمه معناها غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا فهم مركان هذا بقى هدي أنه أوقف إلى هذا يهودي النصارون بكهد ليس هذا غير صحيح معناها سمعن دم يسترن معه ويسوق لي يا يهودو إيجا أي يهودو وقوه الرئي وين سوق لي iyagana hogaaminaya yuhuudduna waxay hogaaminaysaa qolada loo cadhooday nasaaraduna masiixiyiintuna waxay hogaaminayaan qolada markaa hee qolada hogaaminayaan waxay hogaaminayaan qolada markaa luntay ee aqoon la'aan markaa ku luntay haddaba muraadku in lagu soo koobo maaha macnuhu walaysa huwa almuraad bihadihi alaaya calaa sabiil alxasr maaha in lagu soo koobo uun labadaa haa laakiin tafsiirkeedu waxa weeyaan in markaas la yidhaahdo waxaa soo hoos galaya sidoo kale wixii iyaga la dhaqan ah ee sifooyinkooda laga helo haa ayaa soo hoos galaya sidaa awgeed almaqduubi calayhim waxaa soo hoos galaya qofka cilmi leh ee ku dhaqmi waaye muslim baahu cidda dooni baahu haye ee wala daaliina waxaa soo hoos galaya qofka isagu bilaa cilmi ku cibaadaysta jahal ku cibaadaysta ee xaqi rasuul ka baydha marka sida ay tilmaameen ahlulcilmigu marka haa yani waxa leeyahay marka qeyb baa kasoo gaadhaysa qeyb baa kasoo gaadhaysa adoo boqolkiiba boqol wada noqon waayo marka marka qofka haddaynu dhahno qolada daaliinta oo qofka cibaadadiisu fasahaado nasaarada qeyb ka mida gobol ka mida ayuu haystaa qofka cilmigiisu aw fasahaadana wuxuu noq waxaa ku sugan markaa shabah min alyahuud sida markaa culimmadu ay tilmaameen idan mas'aladaasina waa mas'ale muhiima loona baahan yahay markaas in lagu baraarugo haa aada bayna markaas muhiim u tahay markaa in lagu baraarugo sheekh alislaam raximahu llah isagu wuxuu leeyahay qofka raaca hawadiisa iyo wax naftiisu ay jeceshahay haa isagoo og shaygaasi una khilaafsan yahay kitaabka iyo sunnada kaasi waa min almaqduubi calayhim haa hadduuna xitaa isagu ogeynba haddii marka aunu qofku cilmi lahaynna ou jaahil yahayna hee wuxuu ka mid noqonayaa kuwa marka waladaaliinta ah haa markaa mas'aladaasina waa mas'ala runtii aada iyo aada u muhiima loona baahan yahay marka inaynu ku baraarugno sidaa awgeed qofka isagu cilmi leh ee cilmigiisaasi waafaqsaneyn cilmigii oo rasuulku la yimid sala allahu calayhi wasalam ama qofka cilmi leh ku camal fali waaye kaasi marka waa mid
kuwa loo carooday ayuu soo galayaa. Qofka isagoo aan aqoon lahayn yakhbitu indhahala, yani waxa weeyaan kolbadhanku meeshuu doono kilbidaarku doono ku dhacayaay, kaasina waa mid ku sifaysan markaa ahlu dalaal. Waxaan culammadu idhaahdaan qof indhoolihii dee qof kalama hanuunin karo, qof waxba aan arkaynin waxba markaas ku hanuunin maayo. Sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay, haddaba ay xidhaahdaan culimmadu, dadku waxa u kala baxaan saddex qaybood, saddex qaybood dadku kala baxaan. Ima ahlu lhidaaya wahum ahlu lincaam, kuwa hanuunka helay, kuwaasina waa kuwa ilaahay uu u nicmeeyey. Ama inuu yahay qofku ahlu dalaal, dad aan aqoon lahayn oo cilmi la-aan ku lumay, ama inuu yahay qof cilmi leh oo cilmigiisii aan ku dhaqmay. Saddexdaa ayay markaa ay u kala baxaan dadku kamas markaas. Waxa kaloo runtii aada muhiim u ah oo loo baahan yahay markaas in lagu baraarugo, in qofka mu'minkiihi, iminkana aan ka hadli doonaa insha allahu tacaala, qofka mu'minkiihi inuu ku baraarugsanaado oo ka digtoonaado dariiqa ay mareen qolada loo cadhooday iyo qolada lunsani, inuu intuu ogaado oo ku baraarugsanaado oo iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay, si una u noqonin min ahli lghadab waaddalaal. Waana mas'ala runtii aad iyo aad ahamiyadeeda leh, si markaa qofku ouna u sibibi xoonin, ouna qoladaasi ugu simbiroori xoonin, kuwa ilaahay nooga digay ayaa loo baahan yahay inuu qofku cilmiga markaas uu barto oo markaa uu ku dadaalo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay walaalayaal, in bilxaal min alaxwaal qofku ouna is-odhanin marnaba, aniga cilmigayga iyo aqoontayda ayaan meel ku marayaa, ee mar walba uu alle subxaanahu watacaala aw isku xidho oo alle hidaayada aw weydiisto. Dadka ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanku wuxuu noo tilmaamay ilaahay kuwa aw doortay, suuratu faatir saa uu ku leeyahay, thuma awrathna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina, thuma awrathna alkitaab aladiina istafayna min cibaadina, waxaan dhaxalsiinay buli alle subxaanahu watacaala kitaabka kuwaan dooranay. Kuwa markaa la doortay waa saddex qaybood. Saddexdaa qaybood waa maxay? Faminhum daalimu linafsihi, mid naftiisa dulmiyey, wa minhum muqtasid, iyo mid iska dhexdhexaystay, wa minhum saabiqun bilkhayraat, iyo mid khayrka markaas u degdegay. Muxuu markaa ugu degdegay? Biidni illah, ilaahay idankii. Haddaba saddexdaa kooxood waa saddexda kooxood, iyagoo weliba ay ku jiraan kuwooda wanaagsan iyo kuwooda xunxun. Inaad markaa saddexdaasi lagu dadaalo ayaa muhiima, waayo daalimu linafsigiisaasi isna way ku jiraa isagoo marka iyagoo daalim gruubkaasi, waayo qur-aanku wuxuu ku tilmaamay kuwii la doortay inay yihiin. ilaahayna subxaanahu watacaala qofku haddii aa khayr ku sugayna inuu ilaahay weydiisto sugnaansho ayaa markaa la rabaa. Idan mas'aladaasa runtii waa mas'alo muhiim ah oon jecelnahay markaa walaaluhu inay ku baraarugaan. Sidoo kale muslimiin fara badan oo adduunyada ku sugan, haa, waxaa laga yaabaa in ay foor bildahoogu ama dadka ay ku daydaan qaab dhaqankooda, sida wax loo maamulo, sida loo labisto, sida loo hadlo, in markaas ay kuwa ilaahay uu nooga digayo oo qofka muuminkuna uu leeyahay salaad walow suuratu lfaatixa uu akhriyayo uu leeyahay markaas alle subxaanahu watacaala aan leenahay markaa ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayr almaqduubi calayhim wala adaaliin aynu leenahay. Haddaba sidee u suura gal tahay isagoo ilaahay noo bayaamiyey, innaguna salaad walba aynu akhriyayno oon salaad walba aynu leenahay walaalayaal, ilaahu nagadu dariiqa qolada loo cadhooday iyo qolada markaas ee lumsan, ma laga yaabaa qof kelmadaha fahmayaayi inuu nimankaa ku daydo? jawaabtu waa maya weeyaan. haddaba waxaa la yaab leh kuwa daliil ka dhiganaya kuwa ilaahay leeyahay uu iska jiro. nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam wuu ka digay arrinka oo wuxuu yidhi, man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum, qofka qoom isku ekaysiiyaayi, haa, qoomka qolo isku ekaysiisaayi, ama qof qof walba qoomka uu eg yahay ayuu la mid yahay. man tashabbaha, qofka isku ekaysiiya, biqowmin qoom, fahuwa minhum, yuu ka mid yahay markaa qolada
oo isku ekaysiinaya maamulkiisa iyo sistemkiisa iyo nidaamkiisa oo ku xidhan yihiin kuwaamuu markaa uu ka mid yahay. Nabigeenna wuxuu naga nayay sallallahu calayhi wasallam kuwa in lagu daydo oo iyagu ay dariiq inoo noqdaan, wuxuuna rabaa alla subxaanahu watacaala inuu kala sooco ahluliimaanka iyo ahlulbaatilka. Waayo alla subxaanahu watacaala suuratu baqara wuxuu ku yidhi sibqat allaahi waman axsanu min allaahi sibqa wanaxnu lahu caabiduun. Waxaa la rabaa qalbiga inay ku rajiyeysanto oo ku ranjiyeysanto ay ku dhegto ilaahay subxaanahu watacaala caqiidadiisa wanaagsani. Waxaan u ogsoonahay walaalayaal, ummadaha oo dhan qolo walba waxay leedahay madhab diimo fara badan oo baatil ayaa jira. Sidaa awgeed ayaa laa ilaaha ila allah in lagu macneeyaa fiican laa macbuuda bixaqin, ma jiro ilaah xaq lagu caabudahay oon alla ahayn. Ilaahyo badan oo baatil way jiraan haddaba, laakiin allah subxaanahu watacaala ummaddan wuxuu la jeclaaday hanoonka kaamilka ah oo ah ilaahay sibqadiisa, inuu alla subxaanahu watacaala uu qalbigooda uu ku ranjiyeeyo hooseheen iimaan iyo run iyo ikhlaas iyo tawxiid saxiixa. Markaa haddaba ictiqaadka iyo caqiidada saxdeehi ah ee in alla la rumeeyo, malaa'igtiisana la rumeeyo, rusushiisana la rumeeyo, kutubtiisana la rumeeyo, maalinta dambana la rumeeyo, qadarka khayrkiisa iyo sharkiisana la rumeeyo, intaa iyo wixii la halmaala ayuu alla subxaanahu watacaala qofa uu khayrkiisa ula jeclaado qalbigiisa uu ku qurxiya. Haa, haddaba kuwa kale ee iyagu ahlinxiraafka ah ama jaahiliinta ee lumay, kuwaasina waxay xaalkooda qur-aanku inooga waramo. ilaahay suuratu nuur wuxuu ku yidhi waxay ku sugan yihiin fii baxri lujiyin yaghshaahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi saxaab dhulumaatun bacduha fawqa bacd idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha. Haddaba kuwaasi dariiqa ilaahay ka beedhay qur-aanku wuxuu yidhi uu ilaahay xaqa uu ka xijaabay ee nuurkiisa uu ka xijaabay mugdiyaal bay ku sugan yihiin. Haddaba su-aasha laysweydiintali waxa weeye, sidee baa caqliga ay u gashaa qof kalaamkii ilaahay og, nuurkii ilaahay og, ilaahay aayaadkiisa aynu soo sheegayna og, hee siduu kuwa uga dhigtaa kuwa markaa lagu daydo ama kuwa markaas tusaale u ah ama uu isku ekaysiiyo? Haa, kuwa dalaalka iyo loo cadhooday sidee markaa, sidee dharka sidaa u xidhaan loo xidhaa? arrinkaas waa arrin la yaab leh. Adoo leh maalin walba faatixada akhriya macnahaana og inaad ku dhaqanto, arrinkaasi arrin khatar aweeya, waxaana laga baqayaa qofka waxaa la yimaada alla subxaanahu watacaala hanuunkiisa inuu ka qaado oo lagu hanuunin waayo jidka toosan, ayaa markaa suuro gal ah oo ilaahay au markaa kaa qaada hidaayada. Markaa walaalayaal, arrinkaa lagu baraarugsanaado. Sidoo kale waxaa aada muhiim u ah in lagu baraarugsanaado qowlka uu leeyahay alla subxaanahu watacaala gayri lmaqduubi calayhim, uu leeyahay ahl ghadabku haa maxay tahay bay leeyihiin culimmadu sababta looga soo horreysiiyey kuwa loo cadhooday, kuwa lunsan looga soo horreysiiyey? Culimmadu markaa aqwaal fara badan bay ku leeyihiin. Aqwaasha ay ku leeyihiinna waxaa ka mid ah marka hore inay meesha tahay, waa yahuuddu waxay deganaayeen madiine, ayay deganaayeen bani qurayda iyo bani nadiir iyo bani qawnuqaac, kaasi waa koobaya culimmadu. Sidoo kale sababta looga soo hormariyeyna waxay leeyihiin waxa laga yaabaa asbaqiyada xagga waqtigana, yahuudda iyaga ayaa masiixiyiinta ka hooseeya xagga tartiibka inay tahayna waa suuragal. Haddaba labaduba waa laba daa'ifo oo lumsan weeye. Haa, haddaba arrinkaasi si aynu soo sheegnay weeye, qofka xaqa barta ee isagoo garanaya ku dhaqmi waaya wuxuuna shaki ku jirin inuu ka mid yahay markaas kuwa loo cadhooday. Qofka isagu aqoon la'aan iska lumayna ee waxa weyn cibaado baatile iska samaystayna ee waxa weyankaasina qolada lumsan ayuu markaa uu ka mid yahay, ilaahay baana subxaanahu watacaala og. Sidoo kale walaalayaal, siraat aladiina ancamta calayhim, alla subxaanahu watacaala halkan haa wuxuu kaga hadlayaa yacni in jidkaasi ilaahay la weydiisto. Wuxuu yidhi markaa siraat aladiina ancamta calayhim baa lasoo horreysiya, haddana alla wuxuu xusay gayr almaqduubi calayhim. Damiirkaasina eeg, markii hore markii jidka la sheegayey saynu soo sheegnay waa la bayaamiyey,
waxaa la yidhi kuwa aad hanuunisay jidkooda ilaahu nagu hanuuni. Kuwa markaa loo cadhoodayna waxaa lagu bineeyey mabni almajhuul, oo waxaa la yidhi markaas lama tilmaamin markaas faacilkii. Halkaana culimmadu waxay ka soo istinbaadaan saynu soo sheegnay waxa weeyaan waa adab, adab idaab laga yeelanayo ta'adduban Alla subxaanahu wa tacaala in sharka loo tiirinaynin. Sidoo kale culimmadu waxay leeyihiin nadaa'irta qur-aankana waa nagii markaa soo tilmaannay ee markaa tilmaamaya markaas in wixii Alla afcaashiisa oo dhan ay khayr tahay, laakiin sharku uu ku jiro mafcuulaatihi uu ku jiro. Markaa haddaan wax yar ka nidhaahno suuratu lfaatixa waa yar muhiim xagga cilmiga, xuruuftu ay ku dhammaadaan markaas kelmadahani. U fiirsa marka alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, haa wuxuu ku dhammaaday halkaasi, nuun buu marka aayaddaasi ay ku dhammaatay. Arraxmaan araxiimna aakhir alaaya aluulaa waa nuun, haa wa aakhir alaaya thaaniyana miimba ku dhammaatay markaa aayadda labaad arraxmaan araxiim. Haa maaliki yowmi diinna maxay ku dhammaatay? Nuun bay ku dhammaatay. Iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinna nuun bay ku dhammaatay. Ihdina siraat almustaqiimna waxay ku dhammaatay? Miim bay marka ku dhammaatay. Siraat aladiina ancamta calayhimna waa miim, gayri almaqduubi calayhimna sidoo kale miim, wala adaaliinna waxay ku dhammaatay nuun. Marka culimmadu waxay leeyihiin, culimmo ayaa ku qortay kutub la yidhaaha yacni munaasabaadka ay se isku naasibaan markaas aayaduhu markaa kelmadu aayad walba markaas dhammaadkeeda. Sida awgeed suuratu lfaatixa aayad walba waxay ku dhammaatay labada xarafun ama nuun ama miim. Suuratu ikhlaasna dhammaanteed waxay ku dhammaatay hal xaraf oo daal ah, qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. Maxaana marka suuratu lfaatixa miim iyo nuun ayay aayad walba ku dhammaanaysaa, suuratu ikhlaasna waxay ku dhammaanaysaa suura xaraf keliya oo qur-aanka way dhacdaa. Suuradaha qaarkoodna waxay ku dhammaadaan yacni xuruuf markaa intaa in ka badan ayay markaa ku dhammaadaan. Suurada badanna markaas tanwiinta oo kale ayay markaa ay ku dhammaadaan, sida arraxmaan araxiim iyo maalik yowmiddiin oo kale. Markaa suurada marka laba xaraf ay markaa ay ku dhammaatay. Haddaba qur-aanku isaga ayaa walaaliyaa isfasiran sida uu yidhi imaam shaatibi raximahu llahu tacaala. Wuxuu leeyahay imaam shaatibi qur-aanka makigiihi waa maxmuulun bacduha calaa bacd, isaga ayaa isfasira oo isfasira buu leeyahay markaa imaam shaatibi. Suuratu ancaamna waxay soo degtay qabla suuratu naxal, suuratu naxal horteed ayay soo degtay. Haa markaa waxaad arkaysaa fanadi, waxaan markaa halkaa ka helaynaa ashyaa fara badan maadaama ay suuratu ancaam ay ka horreysay suurat naxal. Haa ashyaa shaye fara badan oo lagu xusay suuratu naxal ayaad arkaysaa markaa oo fasiraya. Qur-aanka madaniguna sidoo kale wuxuu fasiraa qur-aanka makiga. Masaa'ishaasina masaa'ir runtii muhiim ah, loo baahan yahay markaa iyagana markaas in lagu baraarugsanaado oo iyaduna markaas ahamiyadeeda leh. Haddaba Alla subxaanahu wa tacaala haddaynu u yar iminkana wax ka nidhaahno mawduucaadka iyo maqsuudka in wax ka nidhaahno, suuratu lfaatixa culimmadu raximahullah waxay yidhaahdeen waxay koobsatay qur-aanka maqaasidiisa oo dhan iyo mawaadiicda qur-aanka oo ka hadlayo ayay si guud marka ay u koobsatay. Haddaba waa maxay faraqa u dhexeeya ulajeedooyinka suuradaha iyo mawaadiicda suuraduhu, maqsuuda suura iyo mawduuca suura, muxuu yahay faraqa u dhexeeya? Haddaba waxaa laga yaabaa leeyahay culimmadu suuraddu inay ka hadasho hal mawduuc oo keliya, waxaana laga yaabaa suuraddu inay ka hadasho mawaadiic kala duwan. Tusaale ahaan markaad u fiirsato suuratu falaq oo kale waxay ka hadlaysaa hal mawduuc oo keliya ka hadlaysaa, kaasina waa maxay? Waa magangalka ilaahay, in sharka in ilaahay laga magangalo. Suuratu naasna sidoo kale mawduuc keliya ayay ka hadashay oo waxay ka hadashay haw, kaasina waa maxay? Waa sharka ka waswaasiya dadka laabtooda. Laakiin marka aynu u fiirsano suuratu lqiyaama waxaad helaysaa bilowgeeda suuratu lqiyaama inay ka hadashay qiyaamaha, dabadeedna ay qadiyado kala duwan marka ay ka hadashay, sida
وحيك وإلهذا مرك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه هذا نوع حكى الله سورة موضوع كلاه كلا بل لا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة هذا أنت كبعد هذا نوع حكى هذا شيء حال ذا أي ضدكو وح أي كلا كل مدونان آخره ها هذا نوع حكى هذا شيء مواضيع كلاه مرك كلا دون مركا سورة ذا قاركود إن هالموضوع يكهل كران مواضيع كلا دون ويكهل كران لكن مقصود كسورة ذا كاسمحو يهي وشي مركا مشترك أه أو مركا معناه هذا محو يهي أو قيبها الصورة دو أي كهد ليس مركا ها وعلى غير مواضيع دو أني كلا دوناتو لكن مقصود كمركا أو مشترك يها أو يسكميد يهي غاية دا الرسالة دا الله صوت دي رسول شاء ها في النهاية وحي كهد لي يعني على سبيل المثال دينو نحن صورة دو وحي كهد ليسو ولجيدة أي كهد ليسو يو أرنك النهاية أي كهد ليسو أرنك أي ليلة هذا مقصود الصورة يعني إيه وكل دون موضوع أنت وكل دونان كران لكن مقصودك وشيء صورة دني أي كهد ليسو كاس مرك مقصود صورة ليلة الصلاة هان وكل صورة ممتحنة مقصود كصورة دا سوامحي مقصود كأي كهد ليس سوامحي والتقرير وحي كهد ليس ولا والبراء كهد ليس عقيدة ولا والبراء إلا التقريرية كهد ليس سورة الجمعة مقصود كذا محيه ولو جددد وحي كهد ليس دكو الله دورتي ها الاجتباء والاصطفاء أي كهد ليس أو مركز مسلاس مركز أي كهد ليس ها ابن قيم رحمه الله وحو كهد لي وحو للسورة عن كبود مقصود كلي هاتي أي كهد ليس مقصود كسنوة محي والابتلاء وإسجر بده إيس امتحان تانك إيضا ولبا إن أقنعي بلا وصورة الله سبحانه وتعالى إنه كجهل لي قصص كي أنبياء ها قصص كأمرك وحلي من قيم قصص كأنبياء وحي كهل لام ابتلاجي يتحان كي أي صومرين سدا أوجد أيام مرك أوليه ابن قيم صورة جبي جيدو با ها وحي كهل وحي كهل لي ساي أما مقصود كيدو وشيء كليه يدو ولي بعد صورة عنكبوت كهل ليسو ذاك حاله ده هو ها يوحي كل دعي مرك الإمام ابن القيم يسوي حلية رحمه الله ما دام أي كان ليس قصص كأنبيضه قصص كأنبيضه وحوي أنبوليه مرك شيخه وابتلاء هذا بس سورة الفاتحة موضوعات كقرآن كأوردن أي سجود وهذا الشيء مقاصدي سنة سدوا كلوي كهذا الشيء وحي كهذا الشيء سورة الفاتحة دين سوقنا نمرك توحيد ك نوع يدي سو أوردن أي كهذا شيء ها إلهي توحيد انتيسا سيدو كله وحي كهذا شيء سورة الفاتحة وحي على لحريرا إيمان كملائكة إي رومين تملائكة يا رومين كتبت إلهي وسود دجي يا رومين ترسوش إلهي وسود دجي يا رومين تمالك آخر وكهذا شيء سورة الفاتحة سورة الفاتحة سيدو كله سورة الفاتحة وحي كهذا شيء أحوال الناس في الدنيا الدنيا ذاتك حالة دو السيدة إتهاي وعن أحوالهم في الآخرة هي حالة دو قسائي نقن دون تمالك آخر إيو قد يضو أنكوا أهين أي سيقود هذا الشيء سيدو كلا سورة الفاتحة وحي كهذا الشيء الأصوش ووين ها شريعة إسلام كأي كهذا الشيء أصوش ووين أي سورة كهذا الشيء وحا كمذا إني إنو بيامسي الصراط المستقيم جد كتوصل يعني نوبة يامسي الشريعة من أولها إلى آخرها موجودة في هذه الصورة يعني واحد كل سجن مركا شريعة أو إلى هاي نو سود دجيه بلا وهذا إلا دمات كيدو سجود أي صورة دنا وجه الله يسام ها هذا ما دام أي صورة الفاتحة شريعة إلى هاي أو نو جد الدستور كأو نو دجا سجود أو وجه هذا الشيء تفاصيل حاجة اللي جاه ليا تفاصيل شوحة اللي جاه ليا قولك إلهي اهدنا الصراط المستقيم محوية هاي وما هو الصراط المستقيم واجدك إلهي أو أدومه سأوجدي إني قاعد إني قاعدان الله سبحانه وتعالى أدومه س وحو أجدي مركا قرآنك إني برتان أو يقاتان مركا
آيات سنود قرآنك نمرك أو سي شرح ياس آي سورة كلا قرآنك فاتحدنا المعنى محاول أردان كسو علي مركان سورة الفاتحة وحكا هذا شيء مواضيع دي قرآنك أوردن إيه مقبول جودوين كي قرآنك اللو سيد دي جورن سيقود قرآنك بقية القرآن وشرح ياس ها سنود النبي يسنو وشرح ياس إجمال كاس أي صفة فاصل مركا أو شرح ياس ونا في رسالة مركا مركا أينو آخرين ركعد والبا سورة الفاتحة وإن إنه قلب جينا حاضرنا إن قد يضهاس أوردن أي سجود وجهد ليسو قرآن كمواضيع دي سي مقاصد سورن أي سجود مركا وجهد ليسو تصالها سورة البقرة أو كلوح إنه كهلنا إن أي وجه أي ست تفصيل أي أفا فهنيسو وحي أي سي إجمال أم سجود أو جهد شيء سورة الفاتحة آل عمران سدوا كلام سدوا كلا سورة النساء وحكاها الله يسا علم الفرائض هي الشرعية دوا وين أكو قرآن ها إن قرآن كك إيا كسيدة مركا كوي دينتا أما أقوامتي هراء إيه رسوشي هر لغسو دجيه سيو بينيان مركا رسوشي لغسو دجيه هدبا يعني وحويا سورة أنعام هي سورة أعرافنا إنتا وحلمي ذا أيها كسو سيدة مركا قرآن كوسي وضو قرآن كوحو فسيري مركا سورة الفاتحة هذا فالشاهد شاهدك هلكم وحويا سورة الفاتحة مقاصد يا مواضيع ذا سجود بوجه هذا الشيء قرآن كأردن قرآن كنا مركا وسي فهفهر يا وسي بالبرالني مركا هذا وحي حقه الشيء سورة دني إن الأخرية ركعة ولبا أي مسلمين تسوع العليان ها وغيران تضبي يطبن جير maalin walba qofka muslimkan ka hadlaya salaatu kada marka faral ahaan ninkii sunnatu kadana kaba badan qofka quraan akhriyana kaba sii badan marka hadaba waxa quluubta dadka mu'miniinta ah iyagana ku xaq noqday inay ku tadaburaan oo ku khushuucaan marka ay akhriyaan suuratu al-faatiha ha u fiirsa walaalayaal arrinkaasi waa arrin muhiim ah quluubta مسلمين تأم مؤمنين توحى واجب كل نقطي إن يبرتان معناها سورة الفاتحة أيكو تدبران أيكو خشوعان مرك أخريان هن اللي يابين هذا ضربت سورة الفاتحة قف كو خشوعيا وخشوع ذني حقيقة مدي خشوع ذني حقيقة مدي أما ذن حقيقة مدي ها إس أرنين وايو ها هديا إمامك هو سورة الفاتحة معناه هذا أيو قرنها مركها هذا بولا ليال سورة الفاتحة وسورة يسوع العليان مؤمنين تو حالة ولبا سيدة أوجد آخر الكلام إن شاء الله تعالى شرحي سورة دي حلقة أيو إن شاء الله أكو سورة ماضي لكن وحا إنو حلي درس آد مهم وإن شاء الله تعالى ما أنت سو صعته أن لبح القضاء أنك أحد لدونه إلهي سبحانه وتعالى waxaan weydiisanaynaa inuu inaga dhigo suuradan kuwii barta iyo qur-aanka inta galaba kuna dhaqma ilaahayna ayaan weydiisanaynaa runtii macaani fara badan ayaa ku jirta waxaa la sheegayna waa wax yar qaliil yacni wax yar oo in badan ka mid ayaa la sheegay yacni 18 xalaqadood iyo inteenoo hadhay waxba maaha suurat alfaatixa in la sharxo marka insha allahu tacaala waxaan weydiisanayaa inuu naga dhigo kuwii wax akhriya معنى أخريا وحقوقات إله تعالى كويدي سنين والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم صلى الله على سيدنا نبي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.